بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عظمة الله أنه لا يشبه شيئا من خلقه، غاية البيان في تنزيه الله عن الجهة والمكان. وممن نقل إجماع أهل الحق على تنزيه الله عن المكان الشيخ عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، المتوفى سنة 429 للهجرة، فقد قال ما نصه: وأجمعوا أي أهل السنة والجماعة على أنه أي الله تعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، انتهى. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.